صيغة للغاية. هذه المرة عملية نوعية جديدة تستهدف رئيس المجلس السياسي الأعلى، هكذا يسمونه في عرف منظمة الحوثي الإرهابية. هذا المجلس تأسس من مجموعة من الأعضاء ويرأسهم. حقيقة مصرع القيادي مهدي المشاط بغارة جوية في العاصمة صنعاء، لنشاهد التفاصيل. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. توقعت مصادر يمنية متعددة مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للجماعة الحوثية المدعو مهدي المشاط إثر غارة جوية استهدفت موكبه الليلة الماضية جنوبي العاصمة صنعاء. وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مساء اليوم موكب القيادي في الجماعة الحوثية مهدي المشاط في منطقة 70 جنوبي العاصمة. وأكدت المصادر أن موكب المشاط تعرض للقصف المباشر من قبل مقاتلات التحالف تزامناً مع استهداف معسكر الأمن المركزي في العاصمة صنعاء، مرجحة مقتله إثر الغارات الجوية. وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت هجوماً عنيفاً الليلة الماضية على معسكر الأمن المركزي وأهداف أخرى في منطقة 70، بينها جسر 70 الذي تعرض لضربة مباشرة وفق مصادر محلية. بدورها قالت وسائل إعلام حوثية إن غارات التحالف استهدفت حي 70 وجسر 70 تقاطع المصباحي دون الاعتراف باستهداف الأمن المركزي، وأكدت سقوط مصابين دون الكشف عن هويتهم أو سقوط قتلى.